من المواقع المحلية مسؤول يقدم اعتذارا للمواطنين في أبين. دفن جثمان الرئيس المصري السابق في مقابر شمال شرقي القاهرة. ومن الأخبار المنوعة، ساحر هندي يقفز إلى النهر موثوقا لتنفيذ خدعة ولا يعود. من بين المسؤولين القلائل الذين يقدمون اعتذارهم للمواطنين على قصور في الخدمات مدير كهرباء أبين، حيث علق موقع عدن الغد: مدير كهرباء أبين يقدم اعتذاره للمواطنين ويعد بمتابعات جادة لتجاوز الاختناقات في منظومة الكهرباء. وفي لقاء مع مدير عام كهرباء أبين المهندس محمود مكايش، عبر عن أسفه واعتذاره للمواطنين عن حالة الاختناقات الشديدة التي طرأت على منظومة الطاقة الكهربائية خلال الأيام ما بعد عيد الفطر المبارك، وقال: عدد من المتغيرات المفاجئة كانت وراء الانقطاعات في التيار الكهربائي وتأثر المواطنين بها تأثيرا كبيرا. وقال المسؤول إنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة ومشكلة التوليد في محافظة عدن، قلصت ما تقدمه عدن من الطاقة إلى محافظة أبين، إضافة إلى مشكلة تعدي بعض المواطنين على التيار الكهربائي وعدم التزامهم بسداد ما عليهم من استهلاك الكهرباء فاقم المشكلات. وأكد أن أعداد المشتركين في شبكة التيار الكهربائي يصل إلى 40,000 مشترك، والمسددون منهم لقيمة الاستهلاك لا يتجاوزون 6,000 مشترك فقط. العديد من الموضوعات والتقارير نشرها موقع قناة بلقيس، نطالع من بينها تنفيذ 14 رحلة جوية لنقل المهاجرين الأفارقة من عدن إلى بلدانهم. قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه تم تنفيذ عدد من الرحلات الجوية لنقل المهاجرين الأفارقة من عدن إلى بلدانهم. وأوضحت المنظمة أنها نفذت 14 رحلة جوية ضمن إطار العودة الطوعية للمهاجرين الذين تم احتجازهم في العاصمة المؤقتة عدن. وأشارت المنظمة إلى أن الرحلات تمت بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية في اليمن، وأوضحت أن هناك جهود تبذل مع السلطات اليمنية بهدف إيجاد حلول جذرية للهجرة الغير منتظمة ورفع القدرة لإدارة ملف الهجرة بالتعاون مع البلدان الأفريقية التي تشهد نشاط كبير في الهجرة. القوة في بناء الآخر لا في هدمه، تحت هذا العنوان كتب الدكتور ياسين سعيد نعمان مقاله الذي تنشره بلقيس. القوة هي أن تعمل على البناء، بناء نفسك وبناء محيطك، لا أن تمضي وقتك وتهدر جهدك في هدم وإضعاف الآخر. إضعاف الآخر أو هدمه لا يمنحك أي قدر من القوة ولا قيد أمل من التفوق، بالعكس لا يمكن لهذا السلوك إلا أن يغرقك في العجز الذي يحول بينك وبين أن تضع خطاً فاصلاً بين الحاجة إلى بناء نفسك وبين النزوع إلى تبديد طاقاتك في تدمير وهدم الآخر. يخيل إليك أنه حينما تعمل على إضعاف هذا الآخر أو هدمه أنك صرت قوياً بما فيه الكفاية لتبدو متفوقاً. الحقيقة هي أنك لم تعمل أكثر من تطويق نفسك بحالة من الضعف الدائم. كل ما عملته هو أنك أهدرت حوافز بناء الذات بإبقاء ما حواليك ضعيفاً ومدمراً، بدلاً من تحويل قوة هذا الآخر إلى حافز لبناء قوتك الذاتية. فلا أنت تركت القارب يبحر إلى غايته، ولا أنت امتلكت الجرأة لركوبه، منعت الإبحار فقط، خرقت القارب لتغرق المبحرين. هذا هو الهدم المزدوج، وهو أشد أنواع التدمير بؤساً واستخفافاً بتأثير القيمة الحقيقية للتنافس في بناء الذات بدوافع العيش المشترك والتأثير المتبادل. أنت ضعيف في محيط ضعيف وقوي في محيط قوي، هذه هي المعادلة التي تبقي الحياة مفتوحة على أهم قيم التطور والنهوض، وهي العيش المشترك وتأمين حرية العقل في إنتاج الأفضل. ينطبق هذا على الأفراد وعلى الدول وعلى كل المكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعرفية. حينما يتوجب علينا أن نفتش في أسباب حالة الضعف العام التي نعيشها نحن العرب على كافة الأصعدة. هذا
هدد رئيس المجلس السياسي لميليشيا الحوثي مهدي المشاط دول عدة باستهدافها بهجمات، كما أكد قدرة جماعته على مهاجمة ناقلات النفط ومنع مرورها من البحر الأحمر، وتحدث عن الدعم الإيراني لكنه بعد ذلك تراجع عن كل ما قاله ويعنون موقع المصدر أونلاين. اتهم التحالف باختراق وكالة سبأ. الحوثيون ينفون تهديدهم باستهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر، حيث أعلنت جماعة الحوثيين تعرض وكالة سبأ الخاضعة لسيطرتهم لاختراق من جهات معادية قامت بنشر خبر كاذب وتضمن الخبر. اعتراف رئيس الحوثيين بمساندة إيران لقواتهم في مواجهة ما يصفه الحوثيون بتحالف العدوان، إضافة إلى أن صواريخهم ستطال السودان ومصر. عن ذات الموضوع، كشف موقع مارب بريس ما حدث بناء على آراء خبراء في التقنية الإلكترونية، حيث عنون الموقع تفاصيل الفضيحة الحوثية والخبر المحذوف من وكالة سبأ. وقال الموقع إن الميليشيا قامت بحذف ملخص مقابلة المشاط بكل سهولة بعد عدة دقائق من نشره، وهذا يؤكد وفقا للخبراء إن الحوثيين لم يفقدوا إدارة لوحة التحكم، ففي نفس اللحظة قام عناصرها بنشر خبر الاختراق مباشرة في الموقع وبشكل مقتضب دون أي تفاصيل، الأمر الذي يشكك برواية الاختراق. كما أن الوكالة التابعة للحوثيين لم تذكر أي تفاصيل حول كيفية استعادة موقعها الذي زعمت أنه تعرض للاختراق بهذه السرعة، كما أنها لم تكن قد نشرت في أي موقع آخر تابع لها خبرا عن اختراق موقع الوكالة، على الأقل في الوقت الذي كان يفترض فيه أنه ما زال مخترقا. وركز مارب بريس على تصريحات القيادي الحوثي والتي أكد فيها أن إيران دولة إسلامية شقيقة ساندتنا في التصدي للعدوان، ومن حقها علينا مساندتها في التصدي لأمريكا وإسرائيل وأذيالهما العرب اليوم، حد وصفه. المساومة أم المقاومة؟ سلوك ملالي طهران وحلفائها تحت هذا العنوان، كتب يوسف الدين مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا: الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الآن في لحظة فاصلة من تاريخ منطقة الشرق الأوسط والخليج، لكن الإشكالية تبدأ ولا تنتهي من تقييم سياسات الإهمال لسلوك دولة ملالي طهران وأذرعها كحزب الله. جزء من أزمة المجتمع الدولي تكمن في التعامل مع إيران بمنطق الدولة بسبب ذرائعية إمدادات النفط، الأمر الذي تجاوز إيران إلى إصباغ صفة السياسة إلى أذرعها وميليشياتها، كما نرى في أخطاء المؤسسات الدولية ومنها الأمم المتحدة والمؤسسات الصحفية الغربية المناوئة لترامب في التعامل مع الحوثيين بلغة الدبلوماسية المتحيزة كأطراف نزاع لا ميليشيا انقلبت على الشرعية في اليمن. سلوك إيران اليوم انتقل من شعار المقاومة إلى استراتيجية المساومة، وبدا ذلك واضحاً في استهدافها الأخير لأمن الخليج، خصوصاً بعد زيارة رئيس الوزراء الياباني. سلوك المقاومة يمارسه المرشد وملاليه عبر شعارات العداء للغرب والولايات المتحدة لكسب التعاطف، بينما يتخصص الحرس الثوري في تدعيم المساومة عبر العمليات التخريبية والتلويح بقطع طرق إمداد الطاقة، إضافة إلى استخدام الحوثيين وبقية أذرعها للقيام بعمليات مكثفة عبر إرسال صواريخ وطائرات مسيرة. سلوك إيران ببساطة يسعى إلى الدمج وشرعنة منطق الميليشيا مع منطق الدولة ومزج المقاومة بالمساومة، والحال أن وضعية المنطقة اليوم تقول لنا بوضوح إن تأثيرات الميليشيات المدعومة من إيران يتجاوز كل ما عرفناه من إرهاب التنظيمات. فمنطق الميليشيا وإن كان منطقاً مضاداً للدولة، لكنه ليس مفهوماً فوقياً مفارقاً لها، كما هي الحال مع التنظيمات الإرهابية التي تستثمر في أديولوجياتها العقائدية أكثر من الميليشيات ذات الطموح السياسي الواقعي الذي يمكن أن يتذرع بالمدنية ويقتل شعبه ويرفع شعار الديمقراطية بشكل انتهازي لابتلاع الحالة السياسية، وليس بشكل خلاصي كما هي حال تلك التنظيمات. تولي الصحافة الفرنسية اهتماما بالغا بالهجمات التي تنفذها ميليشيات الحوثي، وفي جولتنا بين الصحف الفرنسية نطالع من صحيفة لوفيغارو: المملكة العربية السعودية تعترض طائرتين جديدتين للمتمرد
قالت الصحيفة الفرنسية في تقرير ترجمة خصيصا لقناة بلقيس، صعد الحوثيون من هجمات الطائرات بدون طيار في الأسابيع الأخيرة ضد المملكة العربية السعودية التي تتدخل عسكريا منذ العام 2015 في اليمن على رأس تحالف موالي للحكومة. وتنقل الصحيفة ما قالته منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومي حول الهجمات، حيث اعتبرتها جريمة حرب واضحة، وحثت الحوثيين على وقف الهجمات على البنية التحتية المدنية السعودية على الفور. وتفيد الصحيفة تأتي هذه التطورات في الوقت الذي يزداد فيه التوتر في المنطقة، حيث تتهم واشنطن والرياض إيران بارتكاب هجمات على ناقلتين نفطيتين في بحر عمان. وردا على هجمات المتمردين، كثف التحالف غاراته الجوية على مواقع للحوثيين في محافظة حجة شمال اليمن وقصفت العاصمة التي يسيطر عليها المتمردون. تتابع الصحيفة: تدور الحرب في اليمن بين القوات الموالية للحكومة التي تدعمها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مع المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم طهران والذين يسيطرون على جزء كبير من شمال وغرب البلاد وكذلك صنعاء. نشرت صحيفة الجارديان مقالا تحليليا كتبه لاري أليوت يرى فيه أن موقف ترامب المتشدد من إيران قد يؤدي إلى صدمة نفطية في العالم. ويقول لاري إن ارتفاع أسعار النفط بسبب التوتر في منطقة الشرق الأوسط يعيد إلى الذاكرة أزمة 1973 عندما أوقف ارتفاع أسعار النفط الازدهار الاقتصادي العالمي، فقد كانت الدول الغربية تعودت على سعر دولارين لبرميل النفط، فإذا بها خلال أسابيع اضطرت إلى دفع 11 دولار للبرميل الواحد، وارتفعت نسبة التضخم وتراجع النمو الاقتصادي ووصلت البطالة إلى معدلات لم تصلها من الثلاثينات. فقد أعادت الهجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز الأسبوع الماضي ذكريات عام 73 عندما قررت الدول العربية استعمال النفط كسلاح اقتصادي أملا في أن يمارس الغرب ضغوطا على إسرائيل. ويفسر الكاتب هجمات الأسبوع الماضي بأن طهران التي يعاني اقتصادها من العقوبات الأمريكية قررت أنه إذا أراد ترامب العبث بالاقتصاد الإيراني فإنها ستعبث بالاقتصاد الأمريكي والعالمي. وتؤكد الصحيفة أن الاقتصاد العالمي يترنح منذ سنوات وأمامنا أزمة كبيرة إذا لم تفجرها الاضطرابات في الخليج فإن أمرا آخر لابد أن يفجرها. الشباب والعنف والتواصل الاجتماعي، تحت هذا العنوان كتب فارس بريزات مقاله المنشور في صحيفة الغد. يوجد علاقة بين التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي وتأييد استخدام العنف السياسي، ولا يعني هذا أن كل من يتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي يؤيد استخدام العنف السياسي. تشير نتائج دراسة ميدانية نفذتها نماء للاستشارات الاستراتيجية على عينة وطنية ممثلة لشريحة من الشباب والشابات ممن أعمارهم 16 و26 عاماً إلى أن 3.3% ممن لديهم حساب على فيسبوك يؤيدون استخدام العنف دائماً لتغيير سياسة حكومية ما. بالمقابل يؤيد 3.6% من الذين لا يمتلكون حساب فيسبوك استخدام العنف دائماً للذات الغاية. وهذا يعني أن قبول استخدام العنف دائماً لا يتأثر جوهرياً بوجود حساب لدى الشخص على فيسبوك، أي أن هناك مجموعة من الشباب مقررة ومقرة باستخدام العنف دائماً لغايات سياسية، إلا أن هذا الحال يتغير عندما يصبح الخيار هو استخدام العنف في بعض الحالات لتغيير سياسة حكومية ما، إذ يؤيد استخدام العنف في بعض الحالات 26% من الشباب الذين لديهم حساب على فيسبوك مقابل 21% ممن لا يوجد لديهم حساب. ولا يختلف الحال كثيرا بين مستخدمي تويتر، إلا أن تأييد استخدام العنف سواء بشكل دائم أو في بعض الحالات
لتغيير سياسة حكومية يبدو أعلى عموماً بين من لديهم حساب على تويتر مقارنة بمستخدمي فيسبوك. تشير هذه الأدلة وأخرى لم نعرضها هنا من الدراسة إلى أن استخدام العنف مرفوض بتاتاً من قبل الشباب الذين لا يمتلكون حساباً على أي من فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب وسناب شات. بالمقابل فإن نسبة الرافضين منهم ممن لديهم حسابات على هذه المنصات هي أقل، ويعني هذا أن وجود أي شاب أو شابة على أي من هذه المنصات يجعله أقل ميلاً لرفض العنف السياسي بتاتاً وأكثر ميلاً لقبول استخدامه في بعض الحالات. لم تخلو وسيلة إعلامية أو حتى صفحات التواصل الاجتماعي من ذكر صدمة وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في السجون المصرية أثناء محاكمته. موقع شبكة البي بي سي قال نقلا عن مصادر أمنية مصرية إن جثة الرئيس السابق محمد مرسي دفنت في مقابر الوفاء والأمل شمال شرقي العاصمة القاهرة بعد ساعات من وفاته أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر مع حركة حماس. هذا وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أعلن وفاة مرسي البالغ من العمر 68 عاما إثر إصابته بنوبة قلبية عقب إلقائه كلمة أثناء جلسة محاكمته. محامي العائلة عبد المنعم عبد المقصود كان قد صرح للبي بي سي في وقت سابق بأن أسرة مرسي وافقت على دفنه في القاهرة بالرغم من وصية تركها طلب فيها بأن يدفن في مقابر أسرته بقرية العدوى بالشرقية. هذا وأعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار الأمني القصوى بعد إعلان خبر وفاة مرسي، كما أعلنت الداخلية نشر قواتها لحماية المنشآت الحيوية والمؤسسات المهمة في البلاد. النائب العام المصري أصدر بيانا حول الوفاة جاء فيه أنه خلال المحاكمة طلب مرسي الحديث وسمحت له أو سمحت له المحكمة بذلك، وبعد أن تحدث لمدة 5 دقائق رفعت الجلسة للمداولة. وأضاف البيان أثناء وجود محمد مرسي العياط وباقي المتهمين داخل القفص سقط أرضا مغشيا عليه حيث تم نقله فورا للمستشفى وتبين وفاته. يقول موقع بي بي سي أنه لطالما أعرب نشطاء وأسرة مرسي عن شكواهم من ظروف سجنه بسبب مخاوف من عدم حصوله على الأدوية الخاصة بارتفاع ضغط الدم والسكري، وأنه قد يكون محتجزا في السجن الانفرادي بصورة دائمة. هل تتخيل نفسك عائدا لقاعات المحاضرات في الجامعة بعد أن تبلغ 60 من العمر؟ هذا ما يقوم به آلاف الألمان، لكنهم يحضرون المحاضرات كضيوف مستمعين. فما هي المواد الدراسية التي يفضلونها؟ ويعنون موقع الدي دبليو الألماني الآلاف من كبار السن في ألمانيا كطلبة مستمعين في الجامعات. وقال الموقع يتمتع كبار السن في ألمانيا بإمكانية حضور محاضرات في جامعات ألمانية كضيوف مستمعين، ويزداد عدد الألمان الذين يستفيدون من هذه الفرصة. فقد كشف المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا عن زيادة عدد كبار السن الذين تستضيفهم الجامعات الألمانية كمستمعين ليصل إلى أكثر من 37 ألف شخص خلال الفصل الدراسي الشتوي الحالي، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالفصل الدراسي الشتوي من العام الماضي. وبحسب إحصائيات المكتب فإن متوسط عمر الضيوف المستمعين بالجامعات بلغ 52 عاما، كما أن نحو 50% منهم يبلغ من العمر 60 عاما أو أكثر. وأوضح المكتب أن أكثر مادة دراسية مفضلة للحضور كانت التاريخ، وتلتها علوم الاقتصاد ثم الفلسفة. تقول صحيفة الشرق الأوسط إن ساحرا هنديا لقي حتفه عندما حاول تنفيذ خدعة الساحر الأمريكي المشهور هاري هاوديني بالقفز إلى النهر وهو موثوق بالسلاسل. كان من المفترض أن يتملص الساحر تشانتاشال لاهيري من السلاسل ويسبح إلى بر الأمان، لكنه لم يظهر على سطح الماء منذ القفز في نهر هوغلي في ولاية البنغال الغربية. تتابع الصحيفة جمهور المتفرجين الذين تجمعوا لمشاهدة القفزة أبلغوا الشرطة عن اختفائه في الماء لتبدأ رحلة البحث عنه. كان لاهيري قد
أن أنزل إلى النهر من فوق قارب ولف حول جسده سلاسل من حديد بستة أقفال، وكان يشاهده متفرجون من متن قاربين، كما تجمع بعض الناس على الشاطئ. واستطلعت الشرطة وفريق من الغواصين المنطقة لكنهم لم يتمكنوا من العثور على الساحر، فيما قالت الشرطة أنه لا يمكن إعلان وفاة لاهيري قبل العثور على جثته. المصور جايانات شوق قال إنه تحدث معه مع الساحر قبل بدء القفزة وسأله لماذا تغامر بحياتك من أجل السحر، فابتسم وقال إذا نجحت فيها فهذا سحر وإذا أخطأت فهذا قدر. في جولتنا المصورة لهذا اليوم نتابع بعض الصور المتنوعة من مختلف أنحاء العالم والمنشورة في صحيفة الديلي تيليغراف. الآن ننتقل إلى الجزء الخاص بفن الكاريكاتير. إذن مشاهدينا الكرام، بهذه مجموعة الأخبار والرسوم والصور نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم على خير.